السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفريق أنا فرد من المجموعة من تراث الفن البلدي اللي كتبدأ من 65، بداو فيها بواتنا وشحال هما كيعاني وغادي، والحمد لله كانت المسيرة غادية، وإحنا إن شاء الله هزينا تحنا هذا الشيء. مناش هزينا من والدينا ومن هذا الأهرام اللي عليه جنبي، منهم عليوي رئيس الفرقة، والفقيه زنوحي الملقب بالفقيه، والهرم ديالنا الكبير وهو اختاري برابو الملقب برابو. وكان عاني وراني خصنا التغطيه الصحيه، وكان عاني ونيت من كل ما هي حاجه، وخصنا الكسوه وخصنا المشاركه في اي كنشاركوا في اي مهرجانات، وحيت كنجيو غاديين كنتكلفوا بكل المسائل ديالنا، ما كيعاوننا حتى شي واحد. والله يجازيكم بخير، ورحنا هازين هذا المشعل من والدينا وغاديين به، وحتى حنا غاديين به للقدام. وقالها المثل الاول حبوبه فلساني ولا تنساني، والسلام عليكم ورحمه الله. وكان نسلم على جنود الخفاء ديال قناه المغرب الحر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا المعلم اختاري عبد الرحمن، بل هو اختاري عبد الرحمن بالهواري المعلم ديال الفرقه. خدمت انا مع باوات هاد الناس اللي راهو معايا، خدمت مع باواته كاملين، وراه عندي 75 عام في عمري ولا اكثر، وباقي ربي لك الحمد دروك. واخا هكا كي اللي راه عندي دروك، كي اللي راه عندي 20 باقي نتحرك. غير هو كي دارت هاد النزات قلت شي، الله يجعل فيكم البركه ويطولنا عمركم. هاد الفرقه راها مخصوصه لا من الكسوة ولا من المعاناة، راه خدمت وخدمنا من واحد الوقيته اللي كان تزيدو الصابون من جيبنا، والله إلا كان تزيدو الصابون من جيبنا. الله يرحمه محمد الخامس، عقلت عليه أنا، الله يواليه برحمة الله. سيدي مولانا الحسن الله يواليه برحمة الله، من اللي أركب في الملوك وأنا أي زيارة رشيدية وأنا كاين، الله يواليه برحمة الله. إن جاء سيدي محمد السادس الله ينصره ويطولنا عمره ويجعل فيه البركة، من المعاونة رحنا عينا، وإلى جاب الله شيء رحنا ما كرهناش، ما جابش الله نطلب الله. الله يجعل سيدي مولانا يكون معكم، كونوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، معكم الحاج عليوي رئيس فرقة جرافة للفن البلدي والمحافظة على التراث. كانت هذه الفرقة بدات من 1965 وما خلات فين مشات، لا زيارة ملكية ولا أعياد وطنية ولا مشات لخارج الوطن، مشات العرس التقليدي في كندا ومهرجان في الجزائر، مهرجان صحراء العالم. وهذه الفرقه راه كتعاني، وملي جات هذه الجائحه راه حنا توصلنا، عينا من عاني، وكان نحاولوا باش ما ينقرش هذا الشيء، لان إلا مشى الإنسان كيمشي لنا واحد الهرام، كيمشي لنا واحد الكتاب مطوي، ما باقيش نلقاو ليه شي صفحة أخرى. وهذه الفرقة راها كتشمل 10 الأشخاص، ولكن هذه الجائحة ما يعاني، وهذه الجائحة ديال الكورونا بقينا الله تعالى. وكنطلبوا من المسؤولين المهتمين بهذا التراث البلدي او العطاء الفلاليه يشوفوا من حال هذا، راهو ناس، راهو رجال كبار ووليداته وخاصه المعاناه. وكان نشكر القناه ديال المغرب الحر اللي كتبغي، اللي كتحاول الفنان باش ياخذ الحق ديالو، والله يجازيهم بخير.
كنطلبوا المسؤولين يشوف لنا شي حل لهاد. السلام عليكم، معكم الجنوحي محمد الملقب بالفقيه كاتب البرقة الجربية لمحافظة التراث، كنسلم على القناة المغرب الحر المجموعة ديالهم، وكنطلب منكم الله يجازيكم بخير أن تعتنيوا بهذه البرقة، فكل قبيلة قبيلة وكل تراث تراث وكل قبيلة بالتراث ديالها، والحمد لله حتى حنا بالتراث ديالنا. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله، صدق الله العظيم وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، معكم سويلم الجرفي اليحيوي أمين جمعية الجرفة. حنا هاد المجموعة راه كتعاني بزاف بزاف، وعندها تراث قديم وقديم بزاف وكلام أصيل، كنطلبوا من الله ومن المسؤولين باش يعاونونا، راه خصنا التغطية الصحية، خصنا البطاقات المهنية، خصنا بزاف بزاف خصنا، والله يجازيكم بخير، شوفوا من حالنا، وهاد المجموعة هادي راه عندها تاريخ قديم وقديم قديم قديم بزاف، والناس ديالها راه ضحاو وعطاو الكثير، وراه مازالين كيضحيو، وإحنا معاكم إن شاء الله. وشكرا لقناة متتبعي قناة المغرب الحر، وشكرا للسي حسان، وشكرا للمجموعة، تحية خاصة.